انت عارف دايما ببص لقدام للايام اللي جايه. لو تعرف انا خايف من الايام دي قد ايه. غريب بيه يا عبد الهادي يخاف من الايام اللي جايه. احنا بنكبر يا صالح زي انت ما قلت. انا صحيح بلاقي الناس بتعمل حسابي هنا وفي الشركه، لكن ده كله عشان انا لسه واقف على رجلي وبصحتي. انما لو وقعت الكل هينقلب عليا، وجايز قوي ما الاقيش اللي يبص في وشي او حتى يناولني كوبايه ميه. مين اللي قالك كده بس يا حاج؟ هو ده اللي هيحصل يا صالح. اول ما اقع ولادي هيقعوا في بعض، وكل واحد هيبقى عايز يخطف من ناحيه، وفي الشركه هيحمدوا ربنا انهم مش هيشوفوا وشي تاني، والتجار اللي بتعامل معاهم جايز قوي يفرقوا شربات لما يعرفوا ان انا وقعت. هو حضرتك قد كده وحش قوي مع الناس يا حاج؟ المسألة مش وحاشة ولا حلاوة، هي دي الدنيا صالح. الدنيا معاك تبقى الناس حواليك وتحت رجليك، وقعت وما بقتش قادر لا تنفعهم ولا تضرهم يدسوك في سكتهم. انت بس يا صالح اللي بره الحسبة دي. أنا خايف من الوحدة يا صالح، عشان كده عاوزك توعدني إنك تطل عليا دايما، ما تنساش العشرة اللي بيتنا. مهما حصل محدش هيسأل عليا غيرك يا صالح. سعاد أفندم يا هاني. اخلص فين؟ في أوضتها يا هاني. طيب أنا طالعة. طبعا إذن حضرتك. لا لا لا، خش اللي هاتي بقية الأطباق. حاضر يا هاني. ربنا يخيب ظنك يا حاج ويخلي لك ولادك. ما تسيبنيش لوحدي يا صالح مهما حصل. انا سبت بيت ابويا هربان من اسوه مراته، عشت حياتي كلها وحيد. هو صحيح كانت الناس حواليا، لكن برضه كنت وحيد. الحكايه دي ما كانتش قلقان شويه، انما لما كبرت وعرفت ان كل اللي بيني وبين الناس مصالح وبس، قريت اللي هيحصل لي لو انا عييت او طبيت وقعت. والفلوس دي بقى هي اللي هتخليني ابص عليك؟ لا 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 ابدا يا صالح. انا عارف انك طول ما انت بعافيتك هتطل عليا، بس الفلوس دي حقك. انت عارف طبعا انا عندي فلوس كتير، وعاوزك كمان انت وانت نايم كده تبقى نايم وظهرك مسنود للقرشين دول، واذا احتجت حاجه يبقى ميل عليا ما تتكسفش. من هنا ورايح بقى عم صالح الساعي بتاعي راح لحاله. انت بقى دلوقتي واحد من اهل البيت، يعني تدخل وتخرج وكانك واحد من اهله. وانا عندي اقولك يا حاج، بس الصديق اللي يصدقك يعني عدم المؤاخذة، لو شفتك بتعمل أي حاجة غلط مش هسكت، يوافقك كده ولا بلاش من أولها؟ موافق موافق يا صالح. طيب يا حاج هستأذن أنا. إيه رايح فين؟ مروح بقى. لا لا لا، أنت هتستنى معايا هنا، أصل في ناس جايين عشان يخطبوا إخلاص. يا ألف نهار أبيض، بس يعني أنا أقعد أعمل إيه؟ تعمل ايه؟ احنا مش اتفقنا ان انت واحد من اهل البيت؟ ولا يعني اخلاص دي ما اتولدتش على ايديك؟ حق كلهم اتولدوا على يدي ما عدا سنادر. اتولد في المستشفى الغاليه دي. فاكر حضرتك يوم ما مرضوش يدخلوني؟ ولا لما جيت اخش نطيت من على السور. هعمل لهم ايه الضيوف؟ يعني هقابلهم او اسم الله؟ يعني انا اللي هقابلهم؟ قومي يلا جهزي نفسك. يا زينب سيبيني في حالي يا زينب. يعني انت شفتي بابا هيوافق قوي؟ هيوافق هيوافق المره دي، هيوافق واكيد هيطلبك بعد ما يقروا الفاتحه. يلا يلا زوقي نفسك. ولا هزوق ولا هعمل، انا عارفه كويس قوي ان بابا مش هيوافق. صدقي بقى ان انا المره دي قلبي كده مستبشر خير، وانا وصيت رشاد قلت له لو عمي زرجت اتصرف. محدش بيتصرف في البيت غير عمك يا حبيبتي. المره دي ان شاء الله ربنا هيوفقنا ونفرح بيك يا اخلاص. انا هخش انيم العيال وارجع لك تكوني جهزتي نفسك. ولا هجهز ولا هعمل لما يبقى وافق الاول، لما جاهز.
سهلا. اهلا وسهلا. تفضل. اهلا بيك يا غريب بيه. طلعت ابني. اهلا وسهلا. المعلم وهدان اخويا. نورتونا. الله ينور بإدارك يا حاج. رشاد ابني الكبير اللي مسك كل حاجه. بسم الله ما شاء الله. صالح صديق عمري واخويا. اهلا وسهلا. اهلا بك. تفضل. 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 تفضل يا صالح. احنا هنفضل واقفين ولا ايه؟ كريه يا ابني، مش تستنى لما الكبار يقعدوا ولا ايه؟ انا يا عمي اصل ال الكلام ده كان على ايامنا يا غريب بيه، لكن دلوقتي بقى هو الاحترام بقى له ايام ومواسم يا معلم ابو الفرج. اصل انا مربي ولادي على الحريه شويه. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. تفضل. 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 زيد فضلك يا حاج. زيد فضلك. طبعا يا عمي حضرتك عرفت يا عم صالح. شوف لنا حد جوه يشوف البهوات يشربوا ايه. حاضر. كنت بتقول ايه يا معلم ابو الفرج؟ انا اللي كنت بكلم حضرتك يا عمي. اهلا. امال لما اخذ انت جايب ابوك معاك يعمل ايه؟ الظاهر ان يعني الاخ طلعت مستعجل قوي. لا مؤاخذه يا غريب بيه، اصل ابن طلعت ما بيفهمش في الاصول القديمه ديت. بس انا راجل دقه قديمه قوي واحب كل حاجه تبقى مظبوطه تمام. ايوه سعادتك. شوف البهوات يشربوا ايه. لا ما نتكلم الاول وبعدين نبقى نشرب الشربات باذن الله. اللي تشوفه يا معلم. اقعد يا صالح. بقى الموضوع بالمختصر كده، ان ابني طلعت شاف المحروسة بنتك في فرح واحدة صاحبتها وتبقى بنت اختي. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا حاج. وبصراحة كده ابننا بنت حضرتك لفتت نظره طبعا باخلاقها وادبها العالي واصلها الطيب. ولما سألنا عليها لقيناها بنت غريب بيه عبد الهادي. قلنا تبقى كملت ادب واصل ونسب يشرف. الشرف لينا احنا يا معلم. واحنا مستعدين لكل حاجة من شبكة ومهر وخلافه. قد القول يا معلم. والاستاذ بقى عنده شهادة ايه؟ شهادة؟ هو تجارة اللحم عاوزة شهادة وتعليمه كراريس ولا ايه يا معلم؟ يعني الاستاذ بيشتغل معاك في تجارة اللحم الصاحي. وانا ممسكه مزرعتي اللي في دمنهور بتاعت المواشي. يبقى على كده بقى الاخ طلعت بيسافر كل يوم دمنهور؟ لا عايش هناك. وانا عندي حتة فيلا محندقة كده جنب المزرعة، ولو هفوا الشوق يبقى ينزل مصر. واحنا ناويين يا حاج ان شاء الله نجدد فرش الفيلا كلها. طبعا ده هيبقى على ذوق العرسان. يعني لو حصل نصيب ان شاء الله يبقى البنت هتروح تقعد هناك في دمنهور. طبعا. جنب شغله طبعا. بس انا بقى لما احب اجوز بنتي تبقى بنتي وجوزها يعيشوا معايا هنا. هنا في الفيلا دي؟ انا لما جوزت رشاد ابني من بنت شريكي الله يرحمه اشترطت عليهم كده ووافق الله يرحمه. وطبعا لما هجوز ابني نادر ان شاء الله هيجي يعيش معايا هنا. ورمزي ابني اللي ما هيجي من بره هيعيش معايا هنا. بس بصراحة ربنا يا حاج كلام حضرتك غريب قوي. جنى في عيوني. شفتي العريس؟ لا يا ست هانم، اصل بيومها هو اللي بيخدم عليهم. يخدم عليهم ايه؟ انت صوتي ولا ترد؟ امشي امشي امشي. أنا بقى أحب ولادي يعيشوا معايا تحت سقف بيت واحد. بس يا عم من حق كل إنسان إنه يستقل بحياته. أنا عن نفسي
مجوز 4 من عيالي وكل عيل قاعد في جهة، وأظن بتقابلوا مع بعض في المناسبات مش كده؟ وبعد عمر طويل إن شاء الله كل واحد هياخد نصيبه في الميراث ويروح لحاله، والتجارة اللي بتسد عين الشمس دي هتتوسع على 4-5 وتبقى لقمة سهلة في السوق، ويبقى تعبك ده كله راح في غمضة عين يا معلم. ده بقى إذا كان عندك كمان بنت وعاوز تجوزها وجوزها بقى مال دماغها يقوم يعصيها على أخواتها ويرهف هو الميراث. عشان كده يا معلم أنا بحب ولادي يبقوا دايما تحت جناحي، يبقى قلبهم على قلب بعض ومفيش غريب يخش بينهم ابدا. جرى ايه يا حاج؟ جرى ايه؟ هو يعني اللي هيبقى جوز بنتك يتسمى غريب برضه؟ في عرف انا يبقى غريب حتى ولو خلفوا عيال كتير. ايوه غريب ايه ما يقصدش يعني. لا يا صالح لا. الولد اللي ما يجيش من صلبك يبقى غريب. والنسب والعيال يا غريب ليه؟ والله ده رايي انا كده. وكل واحد حر يعمل حياته زي ما هو عاوز. يعني حضرتك مصمم على المسألة دي؟ ده شرط الوحيد يا ابني. طب حضرتك ممكن تاخد رأيها؟ يمكن رأيها من رأي يا سيدنا الأفندي. يبقى مفيش كلام تاني يتقال. يلا بينا يا حاج. شرفته وأنسته. متشكرين. السلام عليكم يا حاج. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وصل الجماعة يا رشاد. حاضر يا بابا. اتفضلوا. كده بس يا حاج؟ ده باين عليه طيب وابن حلال وشاري. اللي باين عليه انه مش متربي. حاطط راسه من راس الكبير، مفيش فرق بينه وبين الكبير، وانا ما بحبش الحكايه دي. ايوه بس انا خايف يا حاج حال البنت يقف. يبقى نصيبها كده. جرى يا حاج؟ هو انت مش عايز تفرح بيها ولا ايه؟ عاوز افرح بيها بس مش عاوز وجع دماغ. اللي عاوز ياخدها يا اما يقعد معايا تحت سقف بيتي وبشروطي، يا اما بلاش منها الجوازه دي. الدنيا اتغيرت يا حاج. تتغير زي ما هي عاوزه، بس انا اللي في دماغي في دماغي، ولا يمكن هسمح ابدا لحد غريب انه يخش بين ولادي ويقسمهم في ميراثهم. الولد ده كده بتاع مشاكل، يبقى خيره في غيره. عشان يقروا فتحتك. انما انا لازم اختار لك العريس اللي يوافقك، مش اي حاجه كده وخلاص. بابا احنا طبعا واثقين في حسن اختيارك. ويا ده ترى رايك انت كمان يا اخلاص؟ طبعا طبعا انا عايز اسمعها منها هي. اقول ايه؟
طبعا رأيي جدع كان عاوز يستفرط بيك مش عاوز يعيش معانا هنا ومن عارف يمكن يهينك يضربك يعمل فيك اي حاجه انت هنا في حمايه وحماية اخواتك ولا ايه الكلام ده غلط لا طبعا يا بابا مش غلط ولا حاجه لا مش غلط انا عاوزك تعالي كده وبكره هتعرف ان كلامي ده مظبوط زينب افندم خدي اخلاص واطلع كام حته كده عشان خاطر تفصلهم يمكن يبعدوا عنها الزهق مبسوطه يا اخلاص مبسوطه طبعا انا داخل اوضتي لما يجي نادر بخليه يجي حاضر يا عم معلش يا سلوى انا اسفه بكلمك كده على غفله عايزاكي تيجي معايا وانا بشتري الشبكه يا ستي نهاد قالت لي انها جايه معايا وعلى اخر لحظه اعتذرت مش عايزه ابقى لوحدي ميرسي يا سلوى ميرسي خالص مسافه السكه هعدي عليكي اخدك دي شبكه مؤقته كده لغايه بقى ما يجي غريب بيه عبد الهادي والده ويجيب لي الهديه الكبيره قوي وساعتها نحدد كتب الكتاب والفرح ربنا يتمم بخير ويسعدك ميرسي عقبالك الحساب كام 3100 3100 ايوه شوف كده بقى شكرا مبسوطة؟ مبسوطة قوي قوي يا نادر يا سلام انا نفسي حياتي تبقى كده على طول اي حاجة تعجبني اقدر اشتريها حياتنا تبقى على طول كده كل يوم في بلد سفن طيارات والبركة بقى غريب بقى عبد الهادي طب يلا بينا نروح عشان نفرح بابا يلا 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 يا سلام مبسوط يا نجم عسف عسف عسف
الو ايوه انا ايه نادر ابني نجوى بنتي ردي عليا يا حبيبتي ردي عليا اطمئني يا بيه الهان بخير امال ما بتردش عليا ليه انا لسه تحت تاثير الفيلم طب انا اخويا عامل ايه ربنا معايا خلاص امسكي نفسك يا بنتي معلش بابا اعصابي تعبانه شويه مش قادر امسك اعصابي اروح معلش روح يا عيال لازم ينزل مصر حالا حاضر هو لازم يشوف اخوه لازم وحشيني قوي
بتقول ايه؟ ايه يا رمزي؟ ايه اللي حصل؟ دقيقة واحدة يا ميرفت. ايوه رشاد، امتى ده حصل؟ في ايه يا رمزي؟ طيب يا رشاد، على السلامة. ايه يا رمزي بقى؟ طب مني في ايه؟ نادر اخويا عمل حادثة وحالته خطيرة قوي، طول عمره متهور في كل حاجة. بابا عايز ننزل مصر فورا. تنزل مصر؟ معقولة؟ ده انت فاضل لك اسبوع وتخلص رسالتك. رشاد بيقول ان نادر تعبان. خليك عملي يا رمزي، يعني لو وجودك في مصر ولا غيره هيغير حاجة. مش عارف يا مرفت. يا رمزي سفرك دلوقتي هيلخبط لنا كل حاجة. احنا مش متفقين ان انت تخلص مناقشة رسالتك وتستنى مع الولد تراعيه لحد انا مخلص رسالتي. دلوقتي سفرك هيلخبط كل اللي احنا متفقين عليه. بلاش بقى التفكير العاطفي بتاع عمي ده، اطمن عليه يا سيدي بالتليفون، ولو لا قدر الله حصل حاجة وحشة ابقى انزل. ها ايه رأيك بقى؟ بابا نادر يا عربي، بابا نجوى. نجوى بنتي انت بخير يا بنتي؟ بخير والحمد لله. الحمد لله الحمد لله. احنا رهيبين من الموت قوي. هي لحظة، لحظة اللي بتفرق بين الحياة والموت. بعد الشر عنك يا بنتي، ربنا عالم. أو كان حصل لك حاجة كان جرالي إيه؟ شفت نادر خطيبي و... خليكي في نفسك أنت دلوقتي يا بنتي. ليه؟ هو لا 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 يا حبيبتي، لا لا، هو لسه في اوضه العمليات، بس ظهر ان حالته خطيره شويه. ربنا معاه. يا رب. بعد اذن حضرتك اتفضل يا بنتي. تمام خلاص، الحقنه دي هتريحك قد نادر امسكوا نفسكم يا اولاد الله. نادر مفيش داعي، هو كتير والحمد لله. الف حمد وشكر لله يا رب، الف حمد وشكر لله يا رب. حضرتك والده؟ ايوه. طب اتفضل معايا يا ابني. اتفضل. اتفضل. حضرتك والد الأنسة؟ عبد العظيم فرج، وكيل وزارة الزراعة السابق. أهلا وسهلا حضرتك. غريب عبد الهادي وابن رشاد. أهلا وسهلا. الحقيقة إن الحادثة كانت شديدة. الكونسلتون من الأطباء اللي عملوا العملية في المستشفى عملوا كل اللي قدروا عليه، يعني نقدر نقول دلوقتي الحمد لله. الحمد لله. بالنسبة للأنسة علشان كانت بعيدة نسبيا عن مكان الصدمة، نقدر نقول إنها بخير، غير شوية سحاجات في الجسم، والحمد لله قدرنا نوقف الانترنال بليدنج، وده كان نزيف داخلي كان ممكن يسبب خطورة على حياتها. احنا نحجزها هنا في المستشفى يومين ثلاثة تحت الملاحظة، وبعدين ممكن تروح. هي طبعا هتصاب بصدمة عصبية نتيجة الحادث، علشان كده انا كتبت لها على شوية مهدئات. وفي الصدمات العصبية اللي من النوع ده بالنسبة لبنت حضرتك وابن حضرتك، عموما المريض بيسلك سلوك من اتنين، يا اما انه يزهد بالحياة، يا إما إنه يتمسك بيها لدرجة كبيرة جداً ويحاول ياخد منها على قد ما يقدر. وإيه المطلوب مني بالظبط يا دكتور؟ لازم حضرتك تسيرها، لازم تسيبها تسلك السلوك اللي يتناسب مع طبيعة شخصيتها،
وفي الغالب السلوك ده بيبقى سلوك مؤقت وبعدين ترجع لحالتها الطبيعيه. ربنا يطمنك يا دكتور. عن اذن حضرتك احسن سايب نجوى لوحدها. اتفضل، بس انا ابعد لك كمان شويه علشان عايزك ضروري. بكل ممنونيه. بالنسبه لابنك يا غريب بيه، اتفضل يا دكتور انا سامعك. الحقيقه ان الصدمه تركزت في رجليه، وكل اطباء الاعصاب في المستشفى عملوا كل اللي يقدروا عليه، وربنا هو الشافي. ونعم بالله. يعني هيقدر ينشا دكتور؟ طبعا ده متوقف على ارادته ومساعدتكم لان نقاوم الحاله دي، ونحاول نبعده عن الانفعالات الشديده بقدر الامكان، لان التاثيرات النفسيه في الحالات اللي زي دي بيبقى لها اثر اكبر من الحاله العضويه. ربنا معاكم. هو في سؤال خاص يا دكتور. انا تحت امرك. رشاد. ايوه. لو سمحت استنانا بره شويه. حاضر. خير يا غريب بيه؟ هو في حاجه وعاوز حضرتك تطمنا عليها. ايه هي؟ الخلفة. الحقيقة دي عايزة فحوصات وتحليل، وبعد ما تمثل الشفاء هنعمله الفحوصات اللازمة. كل اللي يجيبه ربنا كويس يا دكتور. الو. ايوه محمود، اتصل بالاوضه اللي نازله فيها بنت عبد العظيم دي. ايوه ايوه اللي عملت الحادثه، هو قاعد جنبها. قول انا عايزه ضروري في مكتبي. شكرا. الدكتور قال ايه عني؟ الحمد لله يا زينب. الحمد لله. زينب. نعم يا عم. روحي لعيالك زمانهم هيصحوا عشان يروحوا مدارسهم. حاضر. بابا حضرتك ممكن تتفضل وانا اقعد مع نادر. انت تروح البيت تغير هدومك وتروح الشركه، ولا هنسيب المركب من الرئيس؟ حاضر. بابا اقعد انا مع حضرتك؟ روحي معاهم يا اخلاص. حاضر. رشاد. ايوه بابا. اذا خلى حد من الموظفين يحط فلوس في المستشفى تحت الحساب. ايوه. حاضر يا بابا. وما تنساش تبعت ظهور لبنت عبد العظيم بيه. حاضر يا بابا. تحب الغي لك مواعيدك النهارده؟ لا لا لا، قابلهم وشوفهم عاوزين ايه. خلي قعدتك معهم قعدة مجاملة. فاهم. فاهم يا بابا، عن اذنك. انت بتقول ايه يا دكتور؟ ارجوك تمالك اعصابك العظيم بيه. ازاي تستأصل الرحم من غير ما تاخد اذنك تاني مني؟ مفيش داعي لشبشره العظيم بيه، وتفضل وقت. الحالة كانت خطيرة وكان لازم الاستئصال، وعلشان اخد منك اذن كتابي او اشرح لك كان في خطورة على حياتك. حبيبتي يا بنتي. مفيش داعي عظيم بيه. هو السبب. هو اللي قضى عليها. دي إرادة ربنا يا عظيم بيه. لازم يدفع الثمن، لازم. استاذ عبد العظيم انت مالك اعصابك، وما تنساش ان الانسة نجوى بتمر بصدمة عصبية، ولو عرفت حاجة زي كده ممكن تنهار تماما. وتكون انت دمرتها بايدك. اهدى كده واسمعني. لا حول ولا قوه الا بالله. لازم تعالج المساله بحكمه، لازم تخرج من ازمتها، وبهدوء شديد وفي الوقت المناسب هتعرف الحاله بالظبط. حولها ايه؟ ها؟ حولها
حولانها خلاص ما عدلهاش أمل في أي حاجة. حولانها ده مش ممكن تبقى أم في يوم من الأيام. حولها إيه؟ حولها إيه؟ هي لازم هتعرف في يوم من الأيام، لأن هيبقى في علامات وأعراض هي تحس بيها، وفي الوقت ده هي تحتاج لطبيب نفساني عشان يساعدها على الخروج من المحنة دي. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. يا استاذ رشاد، يا رشاد بيه. نعم صالح. ارفع الغريب. قول لي يا ابني نادر عامل ايه دلوقتي؟ الحمد لله يا عم صالح، انا لسه مكلمه دلوقتي بالتليفون واطمنت عليه، بس بقى بيقولوا لي مش عايز ياكل ولا يشرب. لا حول ولا قوه الا بالله. والدكاتره قالوا ايه يا ابني؟ الحادثه كانت جامده يا عم صالح، جامده قوي. ازاي يعني يا ابني؟ كل حاجه هتبان ان شاء الله لما يطلع من المستشفى ويعمل علاج طبيعي كمان. بس يا استاذ رشاد ادي الفرع على الشارع كبير. طب انا جاي حالا. على اذنك يا عم صالح. اتفضل يا ابني. الو. ايوه يا رمزي. الحمد لله الحمد لله، كل يجيبه ربنا كويس. المهم انت ازيك؟ ومرفت والواد ابنك؟ قول لي يا رمزي، انت حجزت؟ معلش يا رشاد ظروفي مش هتسمح. معلش. الحمد لله انكم اطمنتوا عليه. اسمع بس علشان وقت المكالمه، لو احتجتوا اي حاجه ابعت لي صوره الاشعه والتقارير وانا هتصرف. مش عاوز اي حاجه ابعتها لك من عندي؟ لا كتر خيره، يعني مش عاوز ينزل يا بابا. لا اصله هي ما فيش غيرها، مراته هي اللي مقسياه عليا وعلى اخواته. يا بابا ميرفا طيبه مش بتاعه الكلام ده. طيبه؟ انا شخصيا ما كنتش موافق على الجوازه دي، انما هو خالف اوامري وراح يتجوزها. يا عمي ده خلاص ماضي وراح لحاله. انا ما بنساش حاجه ابدا يا زينب. انا مش عارف الولد ده طالع بالريو لمين، كل ما اقرب منه يبعد. معلش يا بابا يمكن يكون عنده عذر يعني. برضه كان لازم ينزل يشوف اخوه. ناس هتقول عليا ايه؟ ما عرفتش اربيكم واخلي قلبكم على قلب بعض؟ ازاي يا عمي؟ البركه في حضرتك وفي رشاد. معلش يا مرفت، هيجي يوم ونتحاسب. بس المهم نادر يقوم بالسلامة. We'll be right back.
على مالك يا رشاد، بالراحة. حاضر حاضر. بالراحة يا أخي. حاضر. بالراحة يا رشاد. هيا خلاص. استهدف. محدش سأل عليا وانا في جلسة العلاج الطبيعي؟ لا يا نادر محدش سأل. انت في ايه بس ولا في ايه يا نادر؟ خلينا بس في موضوعنا. عايزينك تقول كده بألف سلامة، انت ما زهقتش من قعدة المستشفى؟ زهقت وطيرت كمان. مش عايز حد معايا، لو سمحت. زينب خلاص تعالوا انا عازمكم على حاجة ساعة، اتفضل معانا يا استاذ. عاطف انا عايزك. لا 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 بس بقى انا تعبت من كتر الضحك كفايه. طب اسمعي اخر نقطه. لا مش قادره. كان مره واحد قبل. صباح الخير يا جماعه. صباح الخير يا عاطف. صباح الخير يا عاطف. كنت فين امبارح؟ محدش شافك. كنت بزور نادر في المستشفى. وعامل ايه؟ احسن كتير الحمد لله، بس هو حاسس ناقصه حاجات كتير.